الخير، مساء النور. ان شاء الله مره اخرى نقول بدء نهايه اسبوع ان شاء الله تكون موفقه للجميع. احنا نرجع للحي الخضراء، نرجع للحي الخضراء، ونعلم جيدا وان السوق هذه ما تغير فيها حتى شيء. دونك هذه رساله لوحده اعاده تاهيل مسالك التوزيع، وانها تعمل نظره للسوق نتاع الحي الخضراء اللي هو الصور هي اللي باش توثق الحاله المزريه اللي عليها السوق هذه في الشتاء ولا في الصيف. معناتها ديما الناس اللي يخدموا لهنا امورهم ماهيش باهية. مرة أخرى نبدأ من هنا، من هنا باش نوري اللي الناس خرجت لبرا وخرجوا لبرا وهم محقون في ذلك، وهذا قاعد يأثر على المردودية نتاع السوق الداخل. دونك احنا باش ندخلوا وباش نشوفوا هالوضع المزري نتاع السوق هذايا، وباش نحكيوا شوية كيفاش حاجة يا حسر عليه الوضع ولا يا حسر عليه الوضع. دونك احنا ندخلوا المرة هذه ما عادش نحب نتكلم، ما عادش نحب نقول، ما عادش باش نحب نحكي بالتفصيل، لأنه الكلام اللي قلناه الكل ما لقاش أذن صاغية. مرة أخرى نجدد الدعوة لوحدة إعادة تأهيل مسالك التوزيع باش مرة أخرى وللمرة الخامسة ولا السادسة نقول اللي النوعية هذه نتاع السقف راهم في أوروبا منعوها حتى باش يسقفوا بها حشاكم الكوريات، لأنه فيها سبستانس كونسيروجين اللي هي تنجم تضر وتضرب المخ مباشرة. احنا لهنا مازلنا نلقاوها في سوق بلدية من أقدم الأسواق البلدية في وسط العاصمة هذه، يعني من تقريبا من الستينات السوق هي بنات من برا، من بعد وقعت الإضافة نتاع الجناح هذايا. دونك هذايا مرة أخرى باش نخلي الصور وحدها ونعرفوا أنه النوعية هذه نتاع السقف قاعدة تأثر حتى على النوعية نتاع الخضرة وقاعدة تضر الحاجات المعروضة لهناك سوا. معناتها كيفاش وهنا شنو؟ وهنا المروح ولا ثم لا خدمة لا هم يحزنون. أنا حسيبت مروح باش تبرد شوية أنا. إيه المروح على خاطر عنا فوضى البرة خلتناش نخدمه. هذه كنا نحكي عليها، وتحب معناتها الناس يهرب ما يحبوش يدخلوا لهنا على الوضع هذا زاد، ما يلزمنا نكونوا واضحين. دونك خلينا نعملوا طلة شوية على الحوت ومن بعد نرجعوا للخضرة والغلة ونشوفوا الأحوال نتاع السوق اليوم. صديقي هذا من ذوي ال ايجا هكا راهو ما يتكلمش. دونك خلينا نتفاهموا مع بجست كيفاش فما البرة الانتصاب ما خلاكمش جمله. باهي على كل اهلا بيك على عينك. بلا سامي ما يسالش، خلينا نشوفوا التاثير نتاع السخانه هذيا نتاع السقف هذايا هكا. السقف يا ولدي هذا ما نعينوه على حيوانات، خلينا احنا لهنا وقتلنا والله العظيم قتلنا. هذا اللي ركزنا عليه احنا تو في الدخله نتاعنا. هم ان شاء الله يسمعنا اللي لاهي باعاده تاهيل مسالك التوزيع. اهلا بيك سيدي، مرحبا. يعيشك. السلام عليكم. اش باش تشري لها البنوته هذه ساعه ربي يسونها؟ سردينه ان شاء الله. سردينه يعطيك الصحه، هاو الاختيار الصائب هذايا. على السلامة بنوتة. على السلامة باب. يا شي ربي سون. قداش السردينة عاد؟ هذه لاتشا ولا هذه لاتشا؟ لاتشا عايش خويا. أكل اللي تبدا بالخط الأصفر هذيك لاتشا، السردينة يبداو فيها ثلاثة نكت. البوري. هذا بوري يتكلم بالسوري؟ بالعربي باهي. اي المناني قداش سومه؟ 18.6 برا خويا برا. خلينا نمشيو وينو توفيق لهنا مدير 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 سوق الحوت. هذا مدير سوق الحوت راه، اما المدير موجود والحوت ما ثماش. السلام عليكم. الحوت ما ثماش كالعاده، والاسوامات في العلالي ايوا احنا في حي شعبي رن. والزوالي مسكين اكيد ما عندهاش فلوس يشوفه بعينيه ويروح. سامحوني راهو نقول لكم في الكلام هذا، قالوا تاجر راهو ماهوش مستهلك، راهو مفدلك. انا قلت له لانه هو القيدوم هنا نتاع الحوت، دونك هذاك علاش قلت له مدير الحوت توفيق. نحن فما برشا نساء مساكن تبدا تبكي وتشكي وربي باسع، وعندهم الحق وعندهم الف حق وباسعات ساعات والله العظيم نعطيهم من عندنا. باش شنو فطورك اليوم توفيق؟ والله فطوري مقلي. مقلي مقلي حوت. شنو اللي باش تعمل؟ ورقه كعبات شور ابيض وكعبات ورقه والله مصلي على النبي. كيفاش حاجه؟ منو للعين الحوت. اي وانت اش باش تاخذ لنا اليوم؟ هاني مشيت ما لقيت حاجه اللي هي ما ثماش. ريت هكا اكدت ساحليه بنت الحوت.
مرحبا بك. دونك الحوت هذايا ما عجبنيش. اهلا بك. سافا. الله يخليك. اي استنى خاطر خلينا نبعدوا على الكونتور. انا سحلي ما تحوت انا فرشيشي ود الحم. مرحبا بك. اجا خلينا ندخلوا غادي توفيق اجا الى هنا اجا مش نبعد على الكونتور. اه بابا. ميسالش توفيق خاطر الوقت يبدا يزرب فيا راني. نطلب من الدولة هنا ترجع الديوان القومي للصيد البحري. إذا كان رجع الديوان القومي للصيد البحري راهو الحوت السوق يتعدل. يودي الناس وامات الناس كل باية وكل يشدوا في الحوت كل الوزف معناها كعبة دريلة بالعظم يخرجك في سوستران ثلاثران ومن بعد شهرين أربع شهور قلوين للحوت ما تجيش. الديوان كان معانا وكان يخدم معانا ومعاونا وما يخليهم وش يجبدوا بالصيد. هذه رسالة ليك يا سي سمير الطيب ونعرف اللي انت توا تتفرج. دونك هذه رسالة ليك. الديوان الوطني للصيد البحري هي الدواوين الكل لازم ترجع للعمل نتاعها. دونك خلينا ندخلوا نشوفوا. اي خلينا عاد نعملوا توا دورة في الخضرة يا سامي. لازم ما عجبتك شي حاجة الخضرة اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله يا ربي باه. بلاي نبدأ ناخذوا هكا البتنجالة ب 81 ولد القمرة ب 3450 الفلفل الحلو ب 81 الطماطم ب 750 المسكي ب 81 والبطاطا اللي نحكيو عليها عنا قداش تويكا ونأكدوا لهم أنه قاعد السوم تاعها راهو مازال باش يزيد يرتفع وهاي الرسالة موجودة. وريه خويا وريه البطاطا الاكسترا هذيا هي الاكسترا. ايواش رمليه هي فيها الحديث به. باش ندخلوا توا في عالم الغله يا سيدي باش نشوفوا الموز اللي هو ب 4 دينارات و 480 مليم البوتابقايه. نسمه هاوك البوتابقايه ب 2380 هذايا الكاليبر الباهي الخشين. التفاح الاكسترا الجولدن هذاك بدينار و 380 والعنب. شنو ذوق بالزهر هذايا يا شباب؟ رشيت عليه الزهر ولا كيف؟ مرحبا مرحبا. هاي سي سامي باهي مدام باهي اسمها من الغله لهنا متوسط عادي روحها معلم. يا عايشك هاني نشوف انا قاعد نشوف. مثال شيك على بخره سامي كول بركه كول سامي انا نحب كادر باهي ما ثماش كرموس ستار باش تتغشش علينا. لا خيال الله يسر باهي. نشوفوا لهنا هكا طماطم تولي ب 700 مليم والفلفل غاديك ب 980 مليم المسكي. دونك نشوفوا كملت مدام القضيه وما لشنية تبارع مرقة خضرة إن شاء الله. ربي يعيشك يا إن شاء الله بشفي ليك. عايشك معلم. لا ميسالش شباب نقلت علي عملت مظلة. لا احنا دروجين هذي من الجنوب دروجين مطبوع جهربي قابسية. لا جربية. ايه بالله خلينا نحييو كل اهلنا غادي في جربه. منين من الماي من قلاله من نجيم معناتها تجي من البطاح من البطاح تك تجي غاديك جبت معك قرنيت غادي نعرف ثم برشا قرنيت توا عاد لاين بالبقري عاد بالقديد وبالواح. خلينا نذكركم وانا راهو في جربه يذبحوا ديما العجول ما هكا ولا شباب العجول هذاك علاش هو قال لك لاين بالقديد نتاع البقري. هاي جبونات سي سامي هاي خذ مثالش كادر على جبونات. اهلا بيك صح عليك يعطيك الصحة دليل فرجيجي خليوك تواصل.